يا رجلي. ليلى يا علي، كل يوم يا عبادي يطفي، نشحن الفول بعدين يطفي. انا رجلي توجعني وانت تقولين ان الجوال بيطفي. يا علي ترى مره يطفي كل يوم. خلي عندي، لكن انت دفينا وديني وديني على حديقه يا اختي. طيب وديني ودي اروح استانس في الحديقه. علي مره برد. اي والله برد. ارجع 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 وديني داخل. ارجع. طيب داخل مره حلو دفا والحين تعبان. تبي تبي يا رجي ترى توجعني، تبي تطيحيني بس. لا ما عليك ما عليك. تبي لوجين؟ وين لوجين؟ تعال يا لوجين تعال. هلا والله هذا محمى يباد. يا علي انت لازم تاكل شيء دافع عشان رجلك تخف. يا ليلى ايش دخل الاكل في رجلي؟ حلقي ما هو اللي يوجعني، رجلي. عادي تاكل شيء دافع عشان توجع. وديني وديني خليني ارتاح. وديني حط الطفلة هذه انشبت لي. اوه يا رجلي يا ليلى. ما عليك دافي. وش دخل شي دافي؟ انا رجلي توجعني الحين. اص عشان تخف. لا 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 تلفين لا تلفين راسك على الجدار لا تلفين. مره ثقيل انت يا علي. وش فيه رجله هذا مكسره؟ طيب علي انت تخف بعدين ان شاء الله، بس انت ارتاح مره وتاكل اكل ثقيل مره عشان تخف رجلك مره ثقيله. خلاص ان شاء الله يا ليلى. بس يا علي كيف نسوي الايباد؟ هذي شكلك تبي تجي فينا العيد. اوس والله شكلي بنام مرة تعبان. لازم انام. ابرك ارقد يا اخوي. يا علي انا شحنت بعدين ما شحنت. يا ليلى انت لا تشغلين، انا الحين بنام وحط الايباد على كرسي وان شاء الله بسويه ان شاء الله. يا علي طيب انا وش تتفرج عليه؟ خلاص اسمع، حط الايباد هنا وخذي جوالي تفرج عليه. شكرا يا علي. كيفك يا اخوي؟ بروح اشوف الايباد اذا مشحونه بسرقه. هذا وش فيه لوجين؟ وش فيه لوجين؟ وش فيك انت؟ وين الايباد؟ الايباد انت ما اخذته؟ فيك انت؟ قولي قولي. الايباد وين يا لوجين؟ ليلى انا هنا يا علي. وين الايباد يا ليلى؟ والله مو انا. وين الايباد؟ وين الايباد؟ اصبري انت ما اخذته ولا لا؟ لا تمزحين معي. لا ما اخذته وجبرته ما بضيعه مثل ضيعت ايبادي. وين يا لوجين انت ماخذ الايباد؟ اكيد يا ليلى احد اخر. يعني حرامي؟ اكيد. اجل وشو؟ طب انا كنا هنا ايباد كذا بعدين مين اخذ؟ شكله انت يا علي شكله. انا اكل مسكن وتعبان، خلينا نروح ندوره. ها شوف جيجي ايش تقول. في احد هنا جيجي؟ في احد؟ يلا يلا يا ليلى انا ما اكل مسكن وبمشي. يلا نروح ندوره. يلا 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 امسك. يلا بسرعه تلقينا الحين ان شاء الله نلقى. كيف تتوقع كم يجيب لي؟ 1000 3000 يمكن اتوقع. اخذ العقاد. يا رجلي امسك 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 يا الله يا ليلى وش هاللبس الوسخ؟ مرة ما يصلح عليك. لا وش في يا عماد؟ أقولك مرة مو بحلو. إلا لبس حلو حق شتاء. يا شين ها شكلي بطردها. إيه هلا هلا هلا. يا ليل يلا يلا خلي الباب تمشي مشي ماني طايقك اليوم ماني طايقك. يلا برا. يلا يلا يا اخوي بسرعه. ايش فيكم انت وش فيكم؟ يا اخوي ماني طايق هذا لبسها وسخه وحالته حال. وخر هبول انت هبول تطرد اختك بربيع. يا ليل تعال ثاني. يلا ياخذ الايباد ويبيعه. استهبل انت استهبل. وش الايباد؟ خلاص خلاص اجلس بس اجلس. يا اخوي ما بيجلس بطلعها. انا وش سويت يا عماد؟ اي وش سويت لك طيب؟ يلا يا اخي تطلع ماني طايق انا اليوم. تمزح وخر يا اخوي وخر تروح. انا اصبر اصبر اصبر. انا سويت هذا مو صاحي. خلني اطلعها برا اقول. شكله يمزح. تعال 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 تعال. هذا وش فيه؟ يلا يلا برا. انت ما اللي قاعد انا اقول برا. هذا وش فيه؟ شكله صادق بس بعد ما شوف. ما راح اخليها تدخل البيت. وخر. الله يك انت. ادخل ادخل. اليوم تسمع كلامي. وايش اللي تسمع كلامك؟ هذه اختك غصب عليك تحترمها. احترمها ايش؟ 24 ساعة تلعب بالايباد؟
أقول لا تتنمر على أختك، هي سالفة الأيباد ولا سالفة ثانية. أقول الأيباد أنا بأخذه. هاي علاوي هذا قصدي، يبي يأخذ أيباد ويبيعه. إيه ترك صادقة يا ليلى. لا لا ماني بايع، بس بأخذ الأيباد يا أخوي 24 ساعة تخيل. أقول لا تكرر من عنده ولا أوريك الشغل. طيب طيب. خلاص علاوي الحين أنا بروح أذاكر. شاطرة يا ليلى. أنا لازم أخذ الأيباد. خله خله لا تنسى لو تكرر. بلا فيه. خله وش اللي تلعب فيه. الحين بخلي ايبادي يشحن لاخليه فل كل يوم العب فيه. يا الله غرفتي حوسه. يا الله الحين لازم ارتب غرفتي. الحين عماد وش يسوي هو وليلى؟ ايوه الحين يا زين النظافه زينه. الحين شكل الايباد شحن، خلني اروح العب فيه. لازم اروح اشوف عماد وش يسوي. سلام. وش تسوي يا عماد؟ جالس اخوي نظفت غرفتي وجالس اتعطر، الحين بنزل تحت. طيب وليلى؟ والله ما ادري. تعال 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 امشي معي ندورها. تعال. هلا والله بالتكيه. 24 ساعه على الايباد. انت متى فكيت الايباد؟ ما عمرها فكته ابد. انت ايش دخلكم؟ انت ازعجتوني. ايش رايك عن نسحبها منها؟ ليه تسحبونها مني؟ انا جالس العب. خلها خلها شوي تلعب. لا يا ولد صادق، انت من امس وهي ماسكه الايباد يمكن عيونها توجعها ولا شيء. كم لها؟ تقريبا من امس الساعه 1:30 الصباح. ما فكته ابد. ما فكته، مدمنه العاب يا ولد. خلنا ناخذ لو يصير فيها شيء ولا شيء كله منا. والله انك صادق. انت ايش تبون الحين؟ خلوني معاني، خلوني اتنفس. اقول اسحب اسحب منها منها، هذه ادمنت ادمنت. والله انك صادق. شينا شينا. لحظه لحظه خلوني العب ساعه واخذوه. خلاص خلاص ساعه بس بعدين بناخذه. ايه يا حول يا النشبه اخوي، ساعه طويله. هذا الجوال يطفي تشحنه تشحنه يطفي، ملت يا ولد. 24 ساعه على الجوال، خلنا ناخذه. لا يا اخوي هي قالت ساعه، وخلنا جالسين ننتظرها. هذا عماد، هذا النشبني نشبه. شوف يا ليلى، انا الحين جوعان وتوني مخلص شغلي، بروح اكل واذا رجعت باخذ منك الايباد. وانا بعد مثل يا ليلى. طيب طيب لو جاي تعالي تعالي يا علي. صار على الايباد، ليلى خلصت ولا باقي؟ والله ما ادري عنها، ليلى 24 ساعه في الايباد. اي راسي اي عيوني. خلنا خلنا نشوفها يا علاء. يلا يلا مشينا. لجين بعدي راسي عيوني وجعوني. يا علي عيونها علاقه، هذا شكله من الايباد 24 ساعة عليه. ايش بيها عيوني؟ بيها شيء؟ هات هات الايباد وروحي نامي، روحي روحي ارتاحي يا ليلى. انا عيوني فيها شيء ولا لا؟ لا يا ليلى، انت لو تبعدين عن الايباد ما راح يصير فيك شيء. خلاص خلاص انا بنام واسمع كلامكم. مو هنا تنامي، روحي نامي بغرفتك. يلا يلا. والله ما تقدر تمشي من قوة السهر. اي والله يا علي الحمد لله ان اخذنا الايباد. انا لازم كذا سرعه سرعه لازم نازل. ايوه ايوه ايش باقي ايش باقي؟ هذا مره بس ما في كويس. يلا يلا اشتغلي زين نظفي زين. يلا اوكي ما دام هذا كله نظيف بيت الحين، ما دام ايش باقي بعد؟ تساليني هذا شغلي ولا شغلك؟ خلاص يا ماما الحين انا انظف كله. هذه بس تدربي راسه ما تدري وين رايحة. يا اخوي قل له كلام خير ولا اشكت. يا اخوي انا صادق ما تشوفها انت. خلاص نخلص خلاص. تعالي تعالي هذه 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 مدام ما في شيء. هذا ما تشوفينه. مدام بعدين ما بقرقر انا. شفت شفت شوي وتضربنا. يا ابن الحلال هذا اسلوبها عادي. لا 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 مو بعادي. وش اللي عادي؟ اي والله انها صادقة مو بعادي. الشخارة تأخرت وأنا جوعان. يا أخوي طيب لا تصيح عندي، رحنا المطبخ وشذ. خلا خلا نجيب الأكل بسرعة. طيب طيب. أوف وش هالشخارة اللي تصيح؟ قوم قوم حطي الأكل قومي. أنا
قومي حطي لي اكل. انا مامي بخنق لها يبغى انا يبغى روح للبيت. الحين انا ادم وش شغلك؟ يا يمه شغال بس تصيح بالمطبخ، روح شوف ايش تبي. ايه سويت دراما بعد. كم مريضه يا اخوي. تسكت اشغلتنا. امشي امشي نروح. طيب اسكت يا اخوي شخاره، تعرف دراما كل يوم دراما. لا لا يا ميري، انا الحين انا اسوي اتصال مع بيبي انت ان شاء الله ما في مشكله. يلا سوي كذا يلا. ايه تبي تصرف عليك يا ولد؟ عادي عادي ان شاء الله بسرعه. الو ما شاء الله رد عليك بسرعه. انت بيبي كويس؟ انت بيبي ميري؟ ايوه ما كويس بيبي انت. خذي كمين. والله من الدراما. يلا روحي قومي حطي اكل.